اخويا ايمن عرف ناس اللي عندك اخويا. اخويا نشوف هذا وكين جاك جونز اوريجينال. في سمول ولارج. في سمول ولارج هذا اللون. في جوج بياسات. جاك جونز هذا طبعا زوينة. الطاية اللي فيه هذا. هذا اخويا فوق على السمول. السمول هي اللي كاينة فيه. زيد 14 جاك جونز راه كامل هذا لارج وني لارج راه لارج فهمت بس لارج اوريجينال راه جاك جونز هو اللون تحته بالنسبه للزرق هذاك سمول هذاك يمكن هذا لارج لارج شاو لارج وكاين واحد بياسه اخرى سمول في هذا اللون في هذا اللون ها زيد اخويا ايمن كاين هذا البيض ده ميديوم ميديوم هذا لاحظتك خويا عيم كاين هذا اكس سمول الله ينورك خويا ايمن دابا هادو بالنسبه للاثمنه ثمن واحد ثمن فوالا حتى الاخرهم ثمن واحد هذا راه ميديوم هذا راه فيه طبعه في الدار ميديوم ها هو راه جاك جونز سعد ما كاينش لا كاين هذا شادي طبعا زوينه شو الطايلي في هذاك اخويا ايمن هذا ميديوم ميديوم كاين هذا النوار سامبل هذا صحاب هذاك فيه في طبع خفيف هذا سامبل سمول سمول هذا سمول كاين هذا اكس سمول بيض حتى هو طبعا شفت الله يحفظك خويا عين كاين هذا الازرق هذا بلومارين بلومارين حتى هو في طبيعه زوينه طبيعه زوينه هذو راه كلهم اوريجينال جاك جونز وهاد الجوج هادو كابورال هادو كابورال حنا جايين لهم كملوا لهم جاك جونز هذا سمول حتى هو هاد الكري هذا حتى هو سمول زوين هذا طبيعه فيه واعر هذا صحاب طاياش كبار راه كانوا شحال من وحدين كانوا صيفطوا لي على حساب طاياش كبار ما كانوش موجودين هما دابا راه كاينين اكس لارج وقلتي كاين هذا في الطاي الاخر هذا الطاي اكس لارج كاينه الطبعه هذه اكس لارج هذا اللي كنا ورينا قلنا لهم الطايله اخرى كاين الاس وكاين اللارج اللارج سمول واللارج وكاين هذا اكس لارج شاو فيها الطبعه الله يحفظك خويا ايمن بالنسبه للثمن ديالهم غيكون شي ثمن زوين اخويا 120 درهم اخويا بياسه اوريجينال ب 120 درهم 120 درهم بالنسبه للكابورا راه هو راه مات فيه هادو تا هما هذا راه شوف كابورا فيه السمول والميديوم لارج قليله سمول والميديوم لارج قليله ماشي اوريجينال لا اوريجينال كابورا اوريجينال طن 100% الله يحفظك خويا ايمن فيها الطبعه هذه بالصفر وكاين هاد الطبعه بالبيض كاين هاد البيض والطبعه بالكحل طبعه كحلة وكاين هذا بلومارين طبعه بيضاء وكاين هذا كحل وطبعه بيضاء وكاين هاد كابور على هذا جيانس طروادي شوف طروادي وكاين هذا عاوتاني طبعة اخرى عاوتاني شتا شبه مخربقة كابورا كلهم الدراري فيهم السمول والميديوم تقريبا هاد الكابورا شي شحال كتبقى اخلي لهم ثمن جاك جونز 120 درهم قلت لهم شعارونا الاول اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس بالنسبة لذاك النورث فيس واللي لي طاي اللي موجودين فيه فيه من السمول حتى الدوبل فيه من السمول حتى الدوبل هو الاخوان كتشوفوا قربتوا ليه لا هو قريب هو قريب اخويا في السمول من السمول حتى الدوبل بالنسبه لهاد الزهره هذا هذه الزهره اوريجينال هذا اوفر سايز اوفر سايز هذا شحال كيبقى حتى هو خويا الطايات اللي فيه فيه من ميديوم اكس لارج ميديوم لارج اكس لارج ميديوم لارج اكس لارج في هاد اللون في هاد اوفر سايز وفي واحد هذا قميجه شايل بحال هذاك السون ويا قميجه نفس هذيك الكتبه هاي ويا قميجه نفس شوف نفس الخدمه نفس كل شيء غير هي قميجه اوريجينال هذه انتم الاخوان دايره خيط شوف ديالها ديال الخيط باش يكون بنادم عارف
هادي راه اوريجينال 100% راه حاطين في زارا داير لي 499. شحال كتبقى دابا هادي اخويا ايمن؟ 170 درهم. 170 وبالنسبه للتيشورت ديالها 150. بالنسبه لهذاك الويفيطو وداك موسكينو الويفيطو هذاك بقات فيه الميديوم اكس لارج داك الاحمر وهذاك موشينو فيه الاكس لارج فيه البيض والكحل ديالو بقى الثمن ديالهم 120 درهم. هادي راه ماشي ديال المقازات راك عارف وداك البالمان هذا بالمان هذا راه ماشي بلاد هذا حتى هو فيه الطبع هذا فيه ميديوم وفيه الاكس هذا فيه لارج والاكس لارج فيه لارج والاكس لارج بقى فيه جوج بياسات 120 درهم شحال 120 الثوب ديالو راه حتى هو الله يحفظك خويا ايمن الله يعزك. بالنسبه لهذاك هذا الايكريك وهذا الكوتشي وهذاك هادو راه هذا بقات فيه بياسه اكس لارج على 120 درهم الكوتشي هذا راه كان بعته سامبل من اللور بعته 150 160 اكس لارج قلتي هذاك والاخر الصفر اللي حداه هذا بقات فيه بياسه لارج 120 120 لارج بالنسبه لهذا النايك هذا هذا كنا صودينا في الفيديو الاول والثاني 100 درهم 100 درهم الله ينورك لي يا خويا ايمن. بالنسبه لهذا النورث فيس هذا راه نفس الثمن وبالنسبه لهذا الشورطات هذو الشورطات عندنا موديلات في الشورطات هذا اللون هذا شارق كاين هذا جرين وار حتى هو نفس الشارق ديالو كاين هذا بولو غال فلورين شويه خفاف كاين هذا زافي ليزي حتى هو في حتى هو بحال كتشارك كاين هذا جرين وار بقات فيها بياسه صغيره 130 درهم ياك 130 اللي جا عندك تتعامل مع خويا ايمن راه مع راه اللي تعاملنا معاه راه ديجا راه يكون شي كومونتير زوين وراه شي الاخوان كاين هذا طومي في خدمه مليحه طومي شحال غيبقى خويا ايمن دابا تشوف 180 خلي الدراري 150 درهم على بياسه وحده اللي بقات فيه ميديوم الله يحفظك لي يا خويا ايمن خدمه زوينه فورنيتور زوين الله يحفظك لي يا خويا ايمن الله يعزك لي كاين هاد البياسه هادي صحاب الدوبل اكس لارج اللي كاين في الدوبل بياسه اوريجينال ديالي دوبل اكس لارج شحال شي اشترى 120 المهم الاخوان عرفناكم على المحل عرفناكم على السلعه عرفناكم على اي حاجه الاثمنه اللي بغى شي حاجه يتواصل بالاخ ايمن والله يسخر الامور لجميع الاخوان. المهم الاخوان كيف مشوا معنا تعرفنا على السلعه تعرفنا على الاثمنه مع الاخ ايمن المهم اللي بغى شي حاجه راه النمره الفوق الاخوان والله يسخر الامور جميع خويا ايمن شي تحيه للاخوان ديالنا مرحبا خوت اللي جا مرحبا به واللي بغى شي حاجه راه نصيفطوها لعندو حتى للدار مرحبا بكل شيء بالنسبه للناس اللي تقداو معندو راه ما يخليو لنا كومونتيرات ديالهم صيفطنا الناس وخليو لنا اي حاجه واللي لايك ديالهم حتى مايا وتحياتي لكم الخوت وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى للقويره وهاشتاغ صوفي الميمه ديما قشقاشه.